عليها في الحمام. ايه؟ في ايه قد؟ شمس بوك معلقة في الحمام. ايه ده؟ استنى جاية معايا. يوه شمس، ما تعصبينيش يا شمس، فهميني ملابسات الحالة اللي عندك عشان اعرف اتعامل معاكي. بالراحة على اختك شوية. ايه على طول كده بتكلمها على انها حالة؟ لو سمحتي يا فرح، شمس بالنسبة لي فعلا حالة وانا طبيب معالج، سيبيني عشان اعرف اتفاهم معاها. حصلت لك كم مرة يا شمس؟ اول مرة تجيلي. انت بتكدبي عليا ليه؟ وهتكدب عليك بس ليه؟ هي فعلا اول مرة تجيلي. حالة الاغماء اللي حصلت لها ديت ناتجة عن قصور في الدورة الدماغية، وده طبعا بيحصل لها نتيجة التدخين. شمس لو حصلت لك مثلا مرتين ثلاثة أربعة قولي لي عشان اعرف اعالجك. خلاص ما تعصبش نفسك يا ادم، هي جات لي قبل كده مرتين بس جات لي خفيفه خالص، اخف من المره دي بكتير. انت بتكدبي عليا ليه؟ خلاص هما ثلاث مرات والله ثلاث مرات بس، انت مش مصدقني ليه؟ هما تاخروا كده ليه يا حسين؟ تاخروا كده ليه؟ لا مش بيديها العلاج اللازم يا فريده، البنت كانت تعبانه قوي. ايوه بس انا قلقت قوي قلقت. ايه ده هنا؟ قولي لي يا ماما شمس عامله ايه؟ انت معقوله اللي بتعمليه ده؟ المفروض ان انتوا تسافروا تقضوا شهر العسل انت وجوزك. قولي لها يا ماما الاصول والواجب لازم نطمن على شمس. ايه ده هنا؟ اللي جابك هنا؟ جايه اطمن على شمس، هي عامله ايه؟ الحمد لله كويس يا جماعه. انا اسف جدا ان انا بوظت لكم فرحكم النهارده. لا ابدا ما فيش حاجه، بس المهم هي عامله ايه؟ طمني. هي اخذت حقنه مهدئه دلوقتي وهتنام لها كده ساعتين ثلاثه ان شاء الله. ممكن تفضلوا معايا نستريح شويه في استراحه؟ ايوه بس عايزين نعرف هي عندها ايه بالظبط. كسور في الدوره الدمويه يا حبيبتي. يا بنتي دي صغيره جالها من ايه ده؟ لا اكيد يا فريده من الكوليسترول. لا 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 الكسور بريء من الحكايه دي خالص. معلش انا هستاذن منكم دقيقه واحده، انا عايز بس الدكتور يكمل. ايه يا حبيبتي؟ هو ادهم زعلان ليه كده؟ متضايق يا ماما طبعا، كل اللي حصل لها ده بسبب التدخين. ياه البنت الجميله الحلوه دي مدخنه اكتر. ايوه بس انا عايزه يعني اسال اقول الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد. هو المرض ده يعني خطير يا ماما ولا معدي ولا ايه؟ فهموني يا ماما. دي حاجه بسيطه وان شاء الله ان شاء الله هتبقى كويسه وزي الفل. وانت يا هنا يلا يا حبيبتي بقى يلا امشي انت وجوزك يلا. اتفضلي. فرح بعت تعتذر عن الوصول بسبب مرض شمس المفاجئ، ودكتور ادهم بعت برضه برايه بنفس المعنى. متأكدة من كده يا ليزا؟ شور مستر جاك، انا اتاكدت بنفسي ان شمس في المستشفى. اوكي ليزا. وبخصوص حمدية مستر جاك، ما اعتقدش ان مهم ان احنا نصفيها، لان حمدية دي ما تعرفش حاجة عننا خالص. اعترفت؟ والله برافو عليكم، ده انا شخصيا اتخدعت فيها جدا، ده ما كانش باين عليها ان هي ليها علاقة باي حاجة في الموضوع. اعترفت وبكل حاجة. طب ايه المشكلة دلوقتي؟ هي كل اللي قالته ان في واحدة اسمها مارجريت قابلتها مرة واحدة جايلها من طرف ناس كانوا بيشتغلوا معاها زمان في تهريب الاثار، اديتها 50,000 دولار عربون، ووعدتها انها هتديها 50,000 تانيين لو نجحت في تهريب السبوتين. هي ادتنا مواصفات مارجريت، قلبنا عليها الدنيا فص ملح وداب، ما لقيناش ليها اي اثر. وتفتكر يا حضره الضابط مارجريت موجوده في مصر ولا سافرت؟ مش ده المهم يا دكتور. امال ايه المهم؟ احنا اتاكدنا ان في جهه اجنبيه وراك بتراقبك، عشان كده لازم تخلي بالك من نفسك. انا بفكر اكتب مذكره بتعين حراسه عليك. حراسه الدرجه دي؟ الحقيقة في الفترة الجاية أنا مش موجود في مصر، مسافر. لما أبقى أرجع نبقى نفكر في حكاية الحراسة دي. على العموم خلي بالك من نفسك سواء كنت في مصر أو برا مصر. ربنا يستر. بشكل كبير يا فندم. سلام عليكم. إيه الأخبار؟ هي دلوقتي كويسة الحمد لله. الحمد لله. كل تأخيرة في أخيرة. على فكرة فرحانة. أنا ممكن ألحقكم. يا ريت يا أستاذ بس يا ريت. هي هتدخل بعد كام يوم؟ يمكن النهارده يمكن بكره، لكن عموما هي لازم ترتاح يومين قبل ما تسافر. طب انا ممكن اخلي بالي منها. واحنا برضه هنسيبها لوحدها؟
احنا هناخدها عندنا في البيت عشان انا اخد بالي منها. لا 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 ما تخافيش يا فرح حانم، دي حاجه بسيطه جدا، حاجه عاديه جدا. الحاله دي بتحصل لناس كتير، انا ليا اصدقاء كتير جدا عندهم نفس الحاله وبيسموها انفلونزا. يا سلام، ما انت مدخن ولازم طبعا تدافع عن التدخين. بالعكس، دي السكته الدماغيه عادي جدا. اسمع عليك يا استاذ فوزي، اسمها برضه السكتة الدماغية. اه طبعا، انتوا بتضحكوا على ايه؟ اسمها قصور في الدورة الدماغية. لا 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 لا، ده تعبير طبي جديد، السكتة الدماغية. لا لا، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، خلاص احنا في انتظارنا. مع السلامه. ها، ايه الاخبار؟ بيعتذروا جدا وهم على وصول دلوقتي. انا مش عارف ايه اللي اخرهم كده. يا وسهلا حضرتك الدكتور ادهم مدكور؟ ايوه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. المهندس خالد اسماعيل يا فندم، اهلا بحضراتكم. اي خدمه ممكن اقوم بيها؟ متشكر قوي الحقيقه، انا موجود عشان عندي مؤتمر صحفي وعلمي بس كده. اهلا بحضرتك يا فندم. والهانم فرح مراتي. اهلا اهلا وسهلا يا فندم، انا بحضرتك. شمس اختي. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. انا تحت امركم في اي حاجه. على فكره انا مهاجر هنا بقالي 20 سنه وعندي مطاعم كتيره جدا، كلهم عرب واغلبيتهم مصريين. طيب بس انا عايز اعرف بس يعني حضرتك تعرفني منين؟ طبعا يا فندم، انا شفت حضرتك على المحطات الفضائيه المصريه، وخاصه بقى وانت بتناقش المشروع بتاعك، الاختراع اللي كل العالم بيتكلم عنه دلوقتي، السبوتين، صح؟ فرصه سعيده جدا يا فندم. عمرك يا فندم. احنا واقفين بس منتظرين ناس المفروض انهم هيجوا ياخدونا. لا لا لا، ولا يهمكم، انتوا حالا هتنزلوا عندي في الفيلا وبعد كده اوصلكم لاي مكان انت عاوزينه. مش شايف سي جدا جدا، شايفه المصريين في كل مكان. يعني شويه كده شويه كده حسب الشغل يعني. ويلكم مستر ادهم. اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. دي بتتكلم عربي كويس قوي. انا من اصل مصر مسز فرح. اه باشمهندس خالد، ميرسي جدا على ذوق حضرتك. لا لا لا، مش ممكن، انتوا لازم تنزلوا عندي في الفيلا النهارده. انا اسكندراني وابن بلد، مش هسيبكم. لا 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 لا، في جناح محجوز باسم دكتور ادهم. طب والمرسم والعبد؟ بقول لك ايه يا باشمهندس، انا ملتزم، مش ممكن، انا ملتزم بشغل، وبعدين انا عندي شغل مهم جدا، اكيد هنتقابل تاني. اوكي، على العموم يا سيدي، ده الكارت بتاعي، اتصل بيا في اي وقت، لازم نتقابل ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. البر. ويلكم. 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 مع السلامه يا باشمهندس. مع السلامه. ميسيس شمس، وهنا أوضة دكتور أدهم وميسيس فرح. شنطكم سبقتكم على الأوض. أنا حسيتكم كده ساعة استريحوا، نتقابل في اللوبي تحت عشان العشاء. أنتوا عارفين الناس معاكم في الأوتيل، تأمروا بأي حاجة تانية؟ لا مرسي، متشكرة. أنا في خدمتك يا دكتور أدهم، أنا سكرتيرتك الخاصة. تفضل. المفاتيح. متشكرة.
تفرقش يا فرح عادي يعني. فواتي يا فرح، هو يعني هيحبها ولا هيتجوزها؟ ليزا دي حلوه قوي، جمالها زياده عن اللزوم. انا مش فاهمه، اخلص من مارجو ونشوى الاقي ليزا؟ فرح انت عارفه ان انا ما بهتمش بالجمال اطلاقا. يا سلام، ما بيهتمش بالجمال، امال اتجوزتني ليه؟ ها عشان وحشه ولا ايه؟ بالعكس انت جميله وزي القمر. اه طبعا يا فرح، واجمل من ليزا مليون مره كمان. ليزا دي عامله زي العروسه الحلاوه ولا ايه يا ادهم؟ طبعا طبعا زي الحلاوه، قصدي زي العروسه الحلاوه. وانت عارفه فرح انا جاي هنا في مهمه انسانيه وبس. ايوه يا ماما انا فرح، احنا لسه واصلين دلوقتي. مدينا سويت كبير قوي واستقبلونا استقبال هايل. هكلمك كل يوم وطبعا هكلم هانا. سلميلي على بابا قوي، اطمني يا ماما احنا كويسين قوي. عارفه يا ماما جايبين لأدهم سكرتيرة جميلة قوي، دي اللي هترافقه في كل تحركاته. ادعي لي يا ماما. لا أنا مشغولة، شغلي في المجلة وفي المحطة الفضائية، مش هكون متفرغة له. اطمني يا ماما، اطمني. أوكي، مع السلامة. محمد رسول الله. هلو هاي. سوري يا ليزا على التأخير. نو بروبلم. المهم يكون المكان عجبكم. الموسيقى جميلة قوي قوي والمكان مش بطل. بتحب الموسيقى دكتور أدهم؟ طبعا أنا بحب الكلاسيك ميوزك قوي. طيب تسمحوا لي بقى النهاردة إن أنا أعشيكوا على ذوقي. على ذوقي قوي قوي. إيه رأيك بقى يا أدهم؟ أوكي يا ريت. أكيد طبعا ذوقك هيبقى ممتاز يا ليزا. ثانكس أدهم. It's nice of you actually. أدهم. نعم. لا اقعد جنبي. ليه؟ يعني ايه ليه؟ المفروض انك تقعد جنبي. ما يصحش. ما يصحش انك تقعد بعيد هنا. تعالى. خلاص يا أدهم. مش فاهمة كمان. ايه اللي هتختار لنا الاكل على مزاجها؟ ايه يا سبحان الله يا فرح، ما انت اللي اديتيها الاوكي. على فكره البنت دي ذوقها راقي جدا. يا سلام، وانت ايه اللي عرفك ان ذوقها راقي جدا؟ هو واضح بنت يعني قوام، انسيابيه، طويله. عادي انسيابيه طويله. فرح انت عارفه جوزي كويس قوي وعارفه ذوقي كويس، انا ما بحبش الاطوال. لعلمك بقى انا ولا يهمني. يا فرح يا فرح، ملهاش لازمه الغيره الزياده عن اللزوم دي. الانسيابية الطويلة جاية. خلص سلام، خلص سلام. أخرت عليكم؟ لا أبدا، براحتك. مش عايزة تشيكي. ميرسي أوي. اتفضلي احنا تحت الخدمة. ايوه هانا، اخبار شهر العسل ايه؟ معقول؟ طب واخبار حياته؟
بيعرفش يعوم. الزهر كل الدكاترة كده. طيب يا حبيبتي، مع السلامة. باي باي يا حبيبتي، باي. لا 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 لا، أدهم مش لازم ينزل مصر أبدا. غسان وسارة، فرح وشمس لازم يشتغلوا في المحطة الفضائية. ده معقول ده يا أدهم؟ مؤتمر صحفي فجأة كده؟ وطبعا الإعلام والصحافة ما عندهمش فكرة عن المؤتمر. المؤتمر ده مخططين له من فترة، وكل المجلات والجرايد والقنوات الفضائية في المؤتمر. مش المفروض طيب الدكتور أدهم يكون عارف الميعاد بوقت كافي قبليه؟ أنا أسفة جدا يا جماعة، عموما لو الدكتور أدهم مش فاضي ممكن نأجل المؤتمر أو نلغيه. ده لا لا مش للدرجة دي، الموضوع بسيط جدا، وبعدين أنا دايما جاهز، بس أنا كان نفسي أعزم خالد صديقي اللي انت شفتوه في مطار، ما انت عارفينه ده راجل محترم جدا. أكيد، بس مستر خالد مهندس وما عندوش اهتمامات بالطب. انت كمان تعرفي ان خالد مهندس؟ اوه مسز فرح، دكتور ادهم مهم عندنا جدا، اي حد يعرفه او حتى يسلم عليه لازم نعرف عنه كل حاجه. ايوه بس الاستاذ خالد مصري زينا ويهمنا انه يحضر معنا المؤتمر. عموما المؤتمرات جايه كتير وضروري هندعي فيها. انسه ليزا مدام من فضلك. طيب انا وشمس عندنا ميعاد في المحطه الفضائيه، هنعمل ايه؟ يا جماعة الظروف هي اللي حكمت، عموما مارجريت موجودة توصلكوا لأي مكان انتوا عايزينه، وانا يهمني جدا ما تتأخروش عن المقابلات بتاعتكم. مش بس هوصلكم للمحطة، انا هرجعكم لحد هنا تاني. لا ما هو اذا كان كده يبقى مش مهم الميعاد بتاعنا في المحطة الفضائية، احنا هنعتذر عنه. لا 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 انا ارفض التصرف ده، المواعيد هنا لازم تكون مظبوطة جدا. انا من رأيي تروحوا انتوا شغلكم، وبعدين خلاص المؤتمرات جاية كتير. اوكي اوكي يا ادهم، انا اقتنعت بوجهه نظرك. يلا بينا يا شمس، اتاخرنا. على اذنك. اتفضل. اتفضلي. البسك الجاكيت؟ ها؟ لا 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 لا، انا بعرف البس لوحدي. اتفضلي كده. تحت امرك.
اتفضلي. ده مكتبي المتواضع. ها ايه رايك؟ استديوهات على اعلى مستوى. هي فعلا على اعلى مستوى، بس المفروض بقى مش يبقى فيه خطه نتناقش فيها ونبتدي نتعامل معها؟ احنا قناه كبيره ومشهوره. اكيد، والا ما كنتش تعاقدت معاكم. الاعلانات مهمه جدا والكل لازم يشترك فيها، ده حتى غسان بيه بيشترك معانا احيانا في الاعلانات. وطبعا ليكي نسبه بجانب المرتب. يعني الاعلانات مع احترامي ليها، انا جايه هنا عشان اعمل برنامج واحد وجايبه معايا اكتر من فكره ليه، والاهم ان انا صحفيه، دي شغلتي الاساسيه وتخصصي. امتى هستلم المجله وابتدي اشتغل صحافه؟ على فكره انت ممكن تبقي نجمه كبيره قوي عندنا. انت حلوه، لبقه، ذكيه، فيكي كل مواصفات النجوميه. متشكره قوي، بس احنا ما اتكلمناش عن المجله. يعني المجله قدامها اسبوعين عشان في شويه تغييرات في الديكور. طيب مش المفروض ان انا اتقابل مع الصحفيين، ابدا في التعاقد مع الصحفيين اللي هيجوا من مصر؟ التاخير ده على حسابنا احنا، ومرتبك ماشي حسب العقد. الخطة ماشية مظبوط، كله تمام، أنا تحت أمرك، كل تعليماتك بتتنفذ بالحرف الواحد. كنت يا هلا يا هلا، نورت وشرفت يا مدام شمس. مرسي جدا يا غسان بي. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا لسه مقابله مدام ساره دلوقتي حالا، ووترتني جدا. خلاص انا توترت، انا بقيت متوتره، وطول ما انا معاكم متوتره. ليش كل هذا؟ ما حدا يقدر يوترك. اتفضلي اتفضلي استريحي اتفضلي. غسان بي مطلوب مني كميه شغل فظيعه، عاوزه لها 10 بني ادمين يقعدوا يشتغلوا ليل مع نهار علشان تخلص. المحطه محتاجاكي، وانت مذيعه عظيمه وجميله، عايزينك تسعدينا وتسعد جمهورك. ها انا ما عنديش مانع يا غسان بيه، بس انا عندي شويه ارتباطات في حياتي الخاصه مش عارفه انفذ منها حاجه. عاوز احضر شويه ندوات، شويه مؤتمرات مع اخويا دكتور ادهم مدكور بخصوص الاختراع بتاعه، مش عارفه. عظيم عظيم، وانا عاوز اقوم بالواجب، عاوز اعزمك على العشاء في اي وقت تحدديه، انت والاستاذه فرح والدكتور ادهم مدكور. ربنا يخليك يا غسان بيه. حاضر، هبقى اخد لحضرتك ميعاد وابلغك بيه. انما بخصوص الشغل بقى، انا عندي شويه ملحوظات مهمه. ملحوظاتك على العين والراس قبل ما تقوليها. ايوه انا اقصد اقول. لا، الاول تقول انك خلاص ما بقيتيش متوتره عشان نعرف نتكلم في الشغل. وهو اللي يشوف حضرتك يا غسان بيه ينفع يبقى متوتر برضو؟ الحين نتكلم في الشغل. انا مش عارفه ليه قلقانه من اللي اسمها ليزا واهتمامها بيك. اهتمامها بيك يعني زياده عن اللزوم شويه. يا فرح يا فرح، ليزا دي مجرد موظفه بتقدم لي خدمات وبس. خلينا في المهم حبيبتي، خلينا في المهم. اخبار المحطه ايه؟ مش عارفه، انا قلقانه، عارضين عليا اسافر بلاد بعيده وكتير قوي في اوروبا، وهيأجلوا الشغل في المجله اسبوعين. المهم انت هتعملي ايه؟ يعني ايه طبيعه البرنامج اللي انت هتقدميه؟ انا كنت فاكره اني هقف مع المهاجرين المصريين والعرب، يعني اقابل حالات زي اللي كنت بسمع عنها، شاب صغير اتجوز ست كبيره سنها 80 سنه عشان ياخد الجنسيه، طبيب بيشتغل في محطه بنزين، مهندس بيبيع جرايد. يعني كنت عاوزه اقابل حالات زي دي واعمل جمهور كويس للمحطه. طب ما تعملي كده، على فكره دي فكره هايله جدا. رفضوا الفكره. انا مش عارفه انا قلقانه ليه. عاوزيني اصور في اعلانات وباصرار. غريبة الحكاية دي، بس على فكرة لو إعلانات محترمة إحنا ممكن نوافق. وأنت هتعمل إيه؟ ولا حاجة، أنا عندي شغل مهم جدا الصبح زي ما أنت شايف، بجهز له كده شوية صور وإشاعات للأمراض الناتجة عن التدخين زي سرطان الرئة والبلعوم والمريء. يا ساتر يا رب، كفاية كفاية، عن إذنك.
تفضلي يا حبيبتي. بس انا قلقانه قوي وخايفه. فرح، احنا مش في بلدنا ولا في بيتنا، بس مع بعض، وطول ما احنا مع بعض مش عايزك تلاقي ابدا. طمني. تصبح على خير. يا رب يا ساتر، يا رب يا ساتر. سعد سعد تعال، احنا هنا. حاضر يا بيه. امر يا بيه. ازيك يا سعد؟ ازيك يا بيه؟ اقعد يا سعد، اقعد. العفو يا بيه، العفو. اقعد يا سعد. حاضر يا بيه، حاضر. تشرب شاي يا سعد. حضرتك عايز حاجة يا أستاذ فوزي؟ برافو عليك يا سعد، أنت بواب ذكي ولماح وأنا مبسوط منك. كتر خيرك يا بيه، ده من أصلك الطيب. أنت طيب وأنا طيب وكلنا طيبين، وشكلك كده يا سعد تتحمل المسؤولية. ما تفكرنيش بالمسؤولية يا بيه، ماني متحمل مسؤولية عمارة كبيرة زيك ده، سكانها زي القطران. احترم نفسك يا سعد. حاضر يا بيه. احترم حاضر. نفسك. حاضر يا بيه، حقك علي يا بيه، حقك علي. وتاجي يا بيه تلاقيها زي الفل في أي وقت. خلاص 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 يا سعد خلاص. شوف يا سعد، أنا حسيب عندك أمانة لمدة شهر اتنين لحد ما أرجع من السفر، وحسيب لك فلوس أكل وشرب. قلت إيه؟ موافق؟ إلا موافق يا بيه، أني تحت أمرك يا أستاذ فوزي من غير حاجة واصل. اهدي عصفور؟ لا لا لا، أكبر. ديك رومي؟ لا لا لا، أكبر. حمار؟ لا لا لا، أصغر. تسمح لي يا بيه أفتح القفص وأسيبه يتهوى ويلعب ويمرح قدامي؟ طبعاً افتح يا سعد. انت قرض وجاوزه بالله. سلام القول من رب الرحيم، سلام القول من رب الرحيم. لا يا سعد، لا 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 لا، قرد محترم واسمه كوكو. تعال يا كوكو. كوكو 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 كوكو. شفت يا عارف ده قرد محترم قوي يا سعد. خد يا سعد، خد خد دول يا سعد. ايه ده يا بيه؟ ما باخدش وما باخدش يا بيه. يا بيه بدل ما تسيب معايا ديك رومي ولا ده كربط، هتسيب معايا قرد. بقول لك ده طيب وابن حلال وكان عايش معايا هنا، وانا شايف انك راجل تتحمل المسؤوليه. لا يا بيه، انا ما غلبان وما اقدرش اكون متحمل مسؤوليه حاجه زيك ده. ما علينا. طب اعمل ايه دلوقتي يا كوكو؟ اعمل ايه؟ اوديك فين؟ اوديك فين؟ اقول لك تعمل ايه يا بيه؟ قول. افتح له القفص وسيبه الحال سبيلة. اسمع يا سعد، انت لا ذكي ولا لماح ولا تتحمل المسؤولية، وخسارة فيك كوكو. تعال يا كوكو، تعال 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 تعال. اعمل فيك ايه يا كوكو؟ ودي كانت اخر فقرة في برنامجنا النهاردة، والى اللقاء في الحلقة القادمة. نتمنى نكون اسعدناكم. تصبح على خير. هاي برافو برافو يا مدام فرح. بجد يا استاذ حازم؟ الا بجد، انت هتبقي احسن مذيعة في المحطة. يعني نجحت في التست؟ نجحتي الا نجحتي، وبامتياز كمان. انت ما اتخلقتيش علشان تبقي مذيعة وصحفية ومعدة برامج، انت اتخلقتي عشان تبقي نجمة، نجمة سينما كبيرة. بلاش مبالغة يا استاذ حازم. من غير مبالغة، احنا لازم نعمل قعدة عمل نناقش فيها الفيلم. فيلم ايه؟ انا عمري ما فكرت في حاجة زي دي. لا، لازم تفكري وتقرري وبسرعة. الحقيقة أنا ما عنديش وقت، أنا وقتي يدوبك كله للمحطة والمجال إن شاء الله. ما هو الفيلم ده إنتاج غسان بيه، أول إنتاج للمحطة. فيلم إيه وإنتاج إيه؟ أنا ما أقدرش على حاجة زي دي بصراحة، أنا بتكسف. بتتكسفي؟ كلهم كده، كلهم كانوا بيتكسفوا. تعايشوا فيهم دلوقتي. عموما يا استاذ حازم، الموضوع ده موضوع كبير ومش بسيط، محتاج تفكير، يعني سنتين ثلاثه
وان شاء الله هرد عليك. سنتين ثلاثة هستنى. ايوه فرح. سوري. ايوه ليزا، ازيك عامله ايه؟ انت في اللوبي؟ فرح بكلمها، موبايلها بره الخدمه. لا لا شمس مش هتقدر تيجي عشان عندها شغل. طيب على كل حال انا هستنى فرح كده، يمكن تكلمني في خلال 3 دقايق، لو كلمت يبقى هنزل لك على طول. يلا باي باي، مع السلامه. ايوه يا فرح، انت فين؟ انت مش عارفه ان احنا مرتبطين بميعاد حفله؟ معقوله؟ لا لا خلاص، يبقى انا هنزل اروح لوحدي، خليك انت في شغلك. ماشي روح، خلي بالك من نفسك. يلا باي باي. ايوه انا ما عنديش مانع، الشغل عمره ما يتعب. عظيم، وعسى المحطه تكون عجبتك. المحطه كويسه قوي، دي من اكبر المحطات الفضائيه. وإيش بالنسبة للإمكانيات والتكنولوجيا المتطورة؟ محطة هايلة، فيها كل التكنولوجيا المتطورة بتاعت العصر. عندك ملاحظات بالنسبة للتصوير، الإخراج، المكياج؟ كل الحاجات دي كويسة قوي ورائعة جدا. المشكلة إن الشغل كتير قوي زيادة عن اللزوم، إحنا بنغطي أماكن ملهاش أي لازمة. عظيم والله عظيم. إيه هو العظيم يا أستاذ غسان؟ أنت مذيعة عظيمة وجميلة، وبدنا الناس تتملى من جمالك وجاذبيتك. أيوة بس المجلة، إحنا ليه ما ابتديناش شغل في المجلة؟ أنا الصحافة عندي أهم من التلفزيون. ظروف، ظروف والله. بعدين أنت مرتبك في المجلة ماشي كأنك بتشتغلي تمام. أستاذ غسان، أنا الصحافة عندي أهم من الفلوس. ما تاخدينيش في دوكة على رأيكم يا المصريين. أنت ليش مش موافقة توقع العقد بتاع الفيلم السينمائي؟ فيلم ايه؟ انا مش ممثلة ولا يمكن هكون ممثلة. جوزك طبيب مشهور عالمي، وانت هتبقي نجمة عالمية مشهورة. المشكلة ان احنا ما بتقابلش غير نادر، انا مشغولة على طول وهو مشغول على طول. هذا جميل، جميل والله جميل. ايه هو اللي جميل؟ انتوا بتشغلوني في برامج مش مفيدة ابدا. هذا جميل برضو، جميل والله جميل. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا، ازيك عامل ايه؟ تمام لا امال فين مدام فرح ومدام شمس؟ لا فرح وشمس مشغولين جدا في المحطه الفضائيه. احرفك. ليزا خير. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اعتقد ان انا شفت حضرتك قبل كده في المطار. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. والهانم دكتوره برضو؟ لا لا لا، انا السكرتيره الخاصه للدكتور ادهم ورئيس الفئه استشاري. تقدر تقول هي السكرتيره الخاصه بيا، مسؤوله التخطيط والتنفيذ والمتابعه، انا من غيرها ما بعرفش اعمل حاجه خالص. يا بختك يا دكتور، محظوظ في الجواز ومحظوظ في الشغل كمان. ميرسي مستر خالد. خالد المطعم عندك يجنن، يعني في لمسه شرقيه. شكرا يا دكتور، اتفضلوا انا حجز لكم احسن ترابيزه في المطعم. اتفضل. ميرسي. اتفضل يا حضرتك. اتفضل اتفضل. اهلا بيكم. اهلا اهلا. اي هي الترابيزه هنا؟ ايوه اتفضل اتفضل. اهلا بيكم. اتفضل يا اتفضل. والمفاجاه بقى اكله مصريه، انما هتعجبك قوي قوي يا دكتور ادهم، وهتعجبك برضه يا مس ليزا. اوكي. لا ده ما يفيدوش حاجه خالص. فيري جود. قول لي يا ادهم، انت ايه اخبارك دلوقتي؟ انا مفيش، مؤتمرات واحتفالات تكريمات، والله يا خالد انا مشغول جدا فوق ما تتخيل، بس الجماعه هنا مظبطين كل حاجه بمنتهى الدقه اللي في الدنيا. مؤتمرات؟ بس انا ما شفتكش لا في جرايد ولا في مجلات ولا في تلفزيون. الكلام ده مش مظبوط مستر خالد، دكتور ادهم موجود في كل المجلات والجرايد والمحطات الفضائيه، وانا هبقى ادي لك واحد ارشيف زي اللي اديته لدكتور ادهم. انا ما اقصدش، يعني انا بقول يمكن انشغالاتي خلتني مش متابع. مش يمكن، ده اكيد مش متابع. طب تسمحوا لي انا بقى اشرف يعني على الاكل بنفسي، ملوخيه بالارانب ومحشي ورق عنب. فانتاستيك، انا من زمان نفسي اكل ملوخيه ومحشي. خدوا راحتكم، خدوا راحتكم خالص. ها اتفضل اتفضل، خد راحتك. على اذنكم. ما قلتليش بقى هتلمس ايه بكره؟
هلبس يعني هلبس بدله. يا حبيبي انا عارفه انك هتلبس بدله، قصدي لونها ايه؟ لونها كحلي. ليه؟ عشان البس نفس اللون اللي انت هتلبسه. عشان كده انا كل مره اقول يا رب انت دايما بتلبسي نفس اللون اللي بلبسه. ليه؟ على قيمه. يا حبيبي احنا لازم نلبس نفس اللون الواحد عشان نبقى كوبل يتجنن. ادهم انت رحت فين يا حبيبي؟ لا 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 ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهو جبت لكم كل الجرايد، ما فيهاش ولا خبر عن ابي ادهم ولا عن فرح. ربنا يطمننا عليهم ويرجعهم لنا بالسلامه. يعني ايه؟ يعني ادهم هيرجع وبنتنا هتستنى هناك؟ انا مش عارفه ايه لزوم العقد اللي عملته مع القناه الفضائيه. انا متاكده ان بنتي مش مبسوطه. انا يا جماعه بعرفها من صوتها. لا يا ماما بالعكس، انا مش حاسه بكده خالص. انت تسكتي خالص، انت مش حاسه باي حاجه. انا قلت لها يا بنتي انت ناجحه هنا ولا محتاجه شهره ولا فلوس. انا بقى السبب في كل اللي حصل ده. انا اللي قلت لها يا فرح لازم تتشهري وتبقي زي ادهم. ادهم شهرته جت من هنا من مصر، والمفروض ان دي الست تهتم بجوزها وبيتها. خلاص خلاص يا اخويا بقى، ما تنقطنا بوسكاتك، الكلام ده مفيش منه فايده. ماما انت مزعله نفسك ليه؟ ما هو ابي ادهم معاها هناك هيقعد تقريبا شهرين ثلاثه. والله اعلم، يمكن ادهم يروح يقعد هناك على طول وتبقى هجره بدل ما هي سفريه. ايه